السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي التلاميذ، يندرج هذا الدرس ضمن الوحدة الخامسة، الأسبوع الثالث، مجال الغابة، مكون التراكيب. وعنوان درس اليوم هو جزم الفعل المضارع الصحيح والجملة الشرطية. نبدأ الحصة بتذكير من يذكرني بعنوان الدرس السابق. نعم، عنوان الدرس السابق هو نصب الفعل المضارع الصحيح والجملة المؤولة. متى ينصب الفعل المضارع؟ نعم، ينصب الفعل المضارع إذا سبقته أداة نصب. إذن ما هي أدوات نصب الفعل المضارع؟ أدوات نصب الفعل المضارع هي أن ولن وكي. مثل بجملة بها فعل مضارع منصوب بأن وأولها. أعزائي التلاميذ، لنأخذ المثال التالي: أردت أن أعمل بجد. إذن فهنا الفعل المنصوب هو أعمل، وأداة النصب هي أن. سنقوم بتأويلها، ستصبح أردت العمل بجد. إذن أعزائي التلاميذ، خلال هذه الحصة سنتعرف طريقة جزم الفعل المضارع الصحيح بطريقة سليمة. والآن لنقرأ الجمل التالية: أخرج من البيت، تلعب وسط الطريق، تراجع دروسك. نلاحظ أعزائي، هذه جمل فعلية بها أفعال مضارعة، لاحظوا، وهي مرفوعة. سنحاول أن نلاحظ الفعل المضارع والأداة التي سبقته. لاحظوا معي أعزائي التلاميذ، الجملة الأولى أخرج من البيت، سندخل عليها لم، إذ فستصبح لم أخرج من البيت. إذن هنا نلاحظ أن أداة الجزم جزمت الفعل المضارع، وعلامة الجزم هي السكون. ننتقل إلى المثال الثاني: تلعب وسط الطريق، ندخل عليها لا الناهية، فتصبح لا تلعب وسط الطريق. إذن فلا هنا جزمت الفعل المضارع، وعلامة جزمه هي السكون. تراجع دروسك، أدخلنا عليها لام الأمر، فأصبحت لتراجع دروسك. إذن فاللام هنا جزمت الفعل المضارع، وعلامة الجزم كما تلاحظون هي السكون. إذن لاحظوا معي، لم أخرج من البيت، إذن فأداة الجزم هي لم، والفعل المجزوم هو أخرج. لا تلعب وسط الطريق، فأداة الجزم هي لا، والفعل المضارع المجزوم هو تلعب. لتراجع دروسك، فأداة الجزم هي لا، والفعل المضارع المجزوم هو تراجع. إذن أعزائي التلاميذ، من خلال كل ما سبق نقول يجزم الفعل المضارع إذا سبقته أداة جزم. والآن سنتعرف على أدوات تجزم فعلين مضارعين. لنقرأ الجملة التالية: من يدرس ينجح، إن تتهاون في دراستك تفشل، متى تذهب أذهب معك. لاحظوا أعزائي التلاميذ الأدوات التي سبقت الفعل المضارع: من، إن، و
متى، فهي أدوات جازمة وهي أدوات شرط تجزم فعلين مضارعين. الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط. إذن من يدرس ينجح، فمن هنا جزمت فعلين مضارعين. إن تتهاون في دراستك تفشل، إذن فإن هنا أيضا هي جزمت فعلين مضارعين. متى تذهب أذهب معك، متى أيضا هي جزمت فعلين مضارعين. لاحظوا معي الآن، من يدرس ينجح، إذن من هي أداة الشرط، إذن من هي أداة الشرط. يدرس هو فعل الشرط، ينجح هو جواب الشرط. إن تتهاون في دراستك تفشل، إن أداة شرط، تتهاون هو فعل الشرط، تفشل هو جواب الشرط. متى تذهب أذهب معك، إذن متى أداة الشرط، تذهب هو فعل الشرط، أذهب هو جواب الشرط. إذن من خلال كل ما سبق نقول يجزم الفعل المضارع إذا سبقته أداة جزم، ومن علامات الجزم السكون إذا كان الفعل صحيحا. من أدوات الجزم أدوات تجزم فعلا مضارعا واحدا، من بينها لم، لا الناهية، لام الأمر، وأدوات تجزم فعلين مضارعين ونسميها أدوات الشرط. يسمى الأول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط، من بينها إن، من، متى. نمر الآن إلى أطبقه. السؤال يقول أحدد حرف الجزم والفعل المضارع المجزوم فيما يلي. الجملة الأولى لا تقطف أزهار الحديقة. الجملة الثانية لتصفح عن أخيك. والجملة الأخيرة لم أهمل واجباتي. أعزائي التلاميذ، هنا يجب أن نستخرج أداة الجزم والفعل المضارع المجزومة. إذن لاحظوا معي، التصحيح هو لا تقطف أزهار الحديقة، فهنا أداة الجزم هي لا والفعل المجزوم هو تقطف. المثال الثاني لتصفح عن أخيك، أداة الجزم هي لام الأمر والفعل المجزوم هو تصفح. لم أهمل واجباتي، أداة الجزم هنا لم والفعل المجزوم أهمل. ننتقل إلى تطبيق ثاني. أملأ الجدول بما يناسبه. الجمل متى تسمع جيدا تستفيد. هنا أين هي أداة الشرط وأين هو فعل الشرط وأين جواب الشرط. الجملة الثانية من يشرب ماء ملوثا يمرض، إن تضيع وقتك تندم عليه. إذن هنا سنستخرج أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. ننتقل للتصحيح. إذن بالنسبة للجملة الأولى فأداة الشرط هي متى، فعل الشرط هو تسمع، وجواب الشرط تستفيد. الجملة الثانية من أداة الشرط، فعل الشرط هو يشرب، وجواب الشرط يمرض. إن تضيع وقتك تندم عليه، إن هي أداة الشرط، تضيع هو فعل الشرط، وتندم هو جواب الشرط.